هذه كلها يعني لا شك أنها تمنيات، وأن الإنسان يتمناها. ومن من أولياء الأمور من لا يسعده أن يتخلص من يعني مسؤولية الواجب البيت، اللي والآن يعني العائلات تسهر مع أولادها إلى ساعة متأخرة من الليل وهي تعاني. وكذلك يعني ما يلاقونه أولياء الأمور من التكاليف والعناء في بداية العام الدراسي، سعر الشنطة وسعر الدفاتر وسعر الإسفار والتسفير إلى آخره. لكن هذا الكلام وجهه لوزارة التعليم، أصلح الله أمرهم وأصلح أمرنا. يعني هذا هو ربما يعني بعضهم وبعض المسؤولين درسوا في الخارج وشاهدوا بهذه المظاهر في المدارس الدول المتقدمة في بريطانيا أو فرنسا ولا في الدول الأخرى، وربما بعض يريد أن يستنسخ بعض هذه الأشياء ويضعها في غير قالبها.